كلاسيكو الأعصاب والندية والحماس، مباراة تقسم العالم إلى قسمين، صراع تاريخي سيبدأ بين ريال مدريد وبرشلونة، فلا تذهبوا بعيداً. أهلا بكم مشاهدينا أينما كنتم من ملعب سانتياغو برنابيو. تقام مباراة اليوم في ظل هذه الأجواء المثالية والطقس الجميل جدا. محدثكم فارس عوض سيكون معكم في تغطيات لمجريات هذه المباراة. لحظات تفصلنا عن هذه المباراة في إطار منافسات بطولة الدوري الإسباني. الملكي ريال مدريد في مواجهة الكتالوني برشلونة. نتمنى بأن تكون هذه المواجهة على قدر الحدث وأن ترتقي لمستوى التطلعات والآمال. صافية بداية تعلن عن حبس الأنفاس هنا في قمة الكلاسيكو الكبير بين الميرينكي والبلوغرانا. استغلال جيد للجناح من الفريق الملكي. محاولة شكلها منظم، فيها خطورة، لكن خسر الكرة في النهاية. فيران يعيد الكرة مرة أخرى. المساحة متوفرة أمامه لإرسال كرة عرضية. فرانكي ديونغ، فرصة للتسجيل. فرصة خطيرة جدا على المرمى. أعتقد في رأيي بأن التدخل الدفاعي والضغط كان له تأثير كبير جدا، بالتالي في عدم التمكن من التسديدة. مع تواجد كريم بنزيما نتوقع الكثير في هذه المباراة. أبدأ الفريق الأول عبر مسابقات مختلفة، أكيد كل خصم يدرسه بشكل جيد حتى يتمكن من إيقافه ويحاول الحد من خطورته. كرة باتجاه الحارس تمسكها بسهولة. ضاعت الكرة على لاعبي برشلونة. يعدي فيها، يتقدم فيها. الله على الطيران، تصدي مثالي للكرة على الطاير. ركنية سنتصل يد حارس المرمى. كريم بنزيما يتدخل. الله على استعادة الكرة. أوباميانغ ملعوبة إلى دي يونغ. فريق لا يمل من التمريرات القصيرة والسريعة، إنهم لا يتركون الكرة. دي باي تصل لأقدام جوردي ألبا. رأسية ضعيفة بكل أريحية تصل إلى الحارس. الكرة بتروح من ريال مدريد. يتدخل ويسترد الكرة بهدوء. كرة بينية خلف المدافعين. تسديدة قوية على المرمى لكن بدون دقة في التسديد. راحت الكرة بعيدة بدون ما تشكل خطورة. فالفيردي. كريم يتقدم بشكل ممتاز. عرضية في وسط البول. مستحيل. هدف على الطاير يسجل الآن. حطها في المرمى. كرة ولا أروع. الله عليك. هدف مذهل من لاعب مذهل في نهاية مذهلة. نتابع الآن إعادة الهدف والكرة اللي وصلت عرضية. الضغط الموجود لكن لا مشكلة، فهذه قيمة الكبار في مثل هذه المواقف. هدف أول في المباراة. تقدم الآن بهدف مقابل لا شيء. مودريتش بيقراها. الله على التدخل. أصحاب الأرض يعانون من مسألة الاستحواذ في مباراة اليوم. هذا لا يهم كثيرا حقيقة، المهم النتيجة. السيطرة ليست لها فائدة إذا لم تساعد الفريق على الفوز. أحيانا يكون الاستحواذ عائق أمام الفوز، ومن الذكاء أن تعرف متى تعتمد عليه ومتى تترك الكرة لخصمك. عد الكرة الآن. يرسل الكرة في الخلف.
الله على التصدي من تير شتيغن. لا أصدق كيف أنها لم تدخل. أي تألق خيالي من حارس المرمى. فرانكي دي يونغ. فرصة متاحة للتسديد من أوباميانغ. يا رب كرة في القائم. يا الله البرسا يسجل. العودة في هذه اللحظات. التعادل يأتي. إنها مسألة كلاسيكو. هدف في مرمى ريال مدريد. قمة يعود من خلالها البرسا في هذا الكلاسيكو. أوهو على هذه المباراة. هدف تعديل الكفة. التعادل الإيجابي 1-1. ينطلق الآن نحو العمق. مودريتش. مستحيلة هذه اللقطة. شوف الكرة اللي غيرت مسارها. خدعت الجميع. لمسة واحدة بعدت الكرة. كم ممكن تسجل هدف في اللقطة الماضية؟ الشوط الأول ينتهي بهدف مقابل هدف. شفنا مستوى كبير ورائع جدا من جانب اللاعب ديباي في أول 45 دقيقة في هذا اللقاء. قدم مردود طيب، نجح في تسجيل هدف التعادل لفريقه قبل نهاية الشوط، وعاد بالمباراة إلى نقطة البداية. انطلاق الشوط المباراة الثاني من مباراة ريال مدريد وبرشلونة. ما زال كلاسيكو حتى الآن متعادل بين الفريقين. ديباي. كرة مع بوسكيتس. سيرجيو بوسكيتس. الآن مع أوباميانغ. كرة بينية بيضرب فيها خط الدفاع. إذا راية مشاهدينا وتسلل هنا كانت تبدو خطيرة جدا، لكن الراية كانت في الموعد والقرار كان صحيح رغم الصعوبة. قطع للكرة قبل أن تشكل خطورة. تحت الضغط الآن. أوباميانغ. بوسكيتس. تمريرة بدون تركيز تذهب للفريق الآخر. مرفوعة في المساحة. ضاعت الهجمة هنا. تسلل موجود وراية صحيحة. تمريرة تلعب بشكل خطير جدا، لكن التحرك ما كان في التوقيت المناسب وبالتالي تنتهي الخطورة. فيران. دانييل ألفيس. ملعوبة إلى دي يونغ. يلعبون الكرة بهدوء وبدون استعجال لتسجيل هدف التقدم. سيرجيو بوسكيتس. فرانكي دي يونغ. حارس المرمى موجود يبعد الكرة. مستحيل في المرة الثانية. القائم يتدخل. أي فرصة كانت على المرمى كاد أن يأتي هدف التقدم، لكن تألق كبير في التصدي يحافظ على التعادل بين الفريقين. بينية ملعوبة بشكل ممتاز. الله على النظرة. ديباي. تصل إلى بيدري. فرانكي دي يونغ. يا لعيب. أي تصدي. أي روعة. أي قوة. ركنية وفرصة متاحة لبرشلونة للتقدم في النتيجة. ركنية ترسل لحدود المنطقة. كيف راح يتصرف فيها؟ بينية تضرب الدفاع من دي يونغ. فرصة ما زالت قائمة بعد تصدي حارس المرمى. الله على جماهير المارينكي. استمع إلى الصوت الآن. البحث عن الفوز. التعادل مرفوض هنا. يعرف كيف يقرأ الملعب بشكل مميز. يا سلام حلوة البينية. تصدي ولا أروع في هذه اللقطة. مجهود كبير في الارتمام. أعتقد المدرب راح يدفع بلاعب بديل في اللحظات القادمة.
تسديد على الطاير من اجل تهديد المرمى. هذه عمليه تحتاج الى خبره، الى مهارات عاليه للتنفيذ. بوسكيتس، كره مع بوسكيتس، بيلعب لك كره بينيه عاليه. هجوم منظم الان من الفريق في اللحظات الاخيره بحثا عن فرصة هدف الفوز. المساحة متوفرة أمامه لإرسال كرة عرضية. يفشل في إبعاد الكرة بعيدا عن مناطق الخطر. هجمة مع ريال مدريد. فرصة للتقدم في المباراة. يا رباه، كرة في القائم. بكل سهولة ضاعت الفرصة، كرة المباراة راحت. مثل هذه الكرات ما تتكرر، ما تتعوض. شوف اللقطة، شوف اللعبة، شوف الندم، شوف الحسرة، شوف الإحباط. دقيقتين تفصلنا عن صفرة النهاية. المساحة أمامه لإرسال كرة عرضية. إذا مشاهدينا نصل إلى الوقت الأخير بالتعادل بين الفريقين في المباراة. في لقاء ماراثوني ندخل إلى شوط المباراة الإضافي الأول. واضح الإرهاق على لاعبي الفريقين. الاستحواذ والسيطرة تعبر عن كل شيء في هذه المباراة. تقارب الأرقام، التعادل المستمر حتى هذه اللحظة، الأهداف هنا وهناك، الفرص والكرات الخطيرة واللعب الهجومي والمغامرة والمبادرة. الكل يتمنى بأن يكون صاحب اليد العليا في هذه المباراة. كرة خطيرة، الهدف تقدم. اعتراض حاسم في توقيت مثالي يمنع الخطر. تبديل لمصلحة ريال مدريد. اختار بأن يمررها إلى زميله. ديمبلي بيلعب لك كرة عرضية. لاعب يفقد السيطرة على الكرة، بالتالي الكرة بتتحول إلى خارج الملعب. جوردي ألبا. كرة مع أوباميانغ. بيلعبها. كرة بيخلص حارس المرمى لكن ما زالت خطيرة. حاول الحصول على التقدم لكن الكرة مرت بسلام على حارس المرمى. لا نشاهد اللاعبين وعمليات الإحماء على الخط. ممكن يكون تبديل في الدقائق القادمة. ماركو أسينسيو بيخلصها في هذه اللقطة. الفريق لا يهاجم بشكل واضح وهو ما يجبر أوباميانغ على العودة مرة أخرى للحصول على الكرة. نهاية الشوط الأول من الوقت الإضافي مشاهدينا، والنتيجة ما زالت على حالة التعادل. الآن تنطلق ال 15 دقيقة الأخيرة من عمر المباراة. أداما، بيدري. الحكم يتيح الفرصة لبرشلونة لاستمرار الهجمة. بيمر فيها من الدفاع بشكل ممتاز. تشتيت سيء للكرة في هذا المكان. يا رباه على هذه الأجواء في ملعب سانتياغو برنابيو. جماهير ريال مدريد تبحث عن التقدم في النتيجة. هذه هي فرصة هدف. لابد أن تستغل هذه الكرة. يا الله على هذا الحارس. الحارس يوقف كرة هدف محقق ويعطي فريق أمل في الفوز في اللقاء. تغيير في تشكيلة ريال مدريد. تبديل بخروج داني كارفاخال وسيدخل مكانه لوكاس فاسكيز. لاعب المميز، صاحب المجهود الكبير في أرضية الملعب، وأكيد منتظر منه حقيقة إضافة هجومية. أربع دقائق ويطلق حكم المباراة. صفرة نهاية هذا اللقاء بشوطيه الإضافيين. هجوم منظم من ريال مدريد في الحكم بيحتسب خطأ. ركلة حرة في وقت حاسم.
فرصة متاحة لأخذ الأفضلية في هذه اللحظات في هذه المباراة مشاهدينا. كرة ثابتة باتجاه المرمى، الحارس ينجح في الإمساك بالكرة. حكم يعلن عن دقيقة واحدة كوقت بديل. بعد نهاية الأشواط الإضافية الآن نلجأ إلى ركلات الترجيح لحسم نتيجة هذا اللقاء. والآن تبدأ الدراما مع أول ركلة ترجيح. من يسجل من كل الأوضاع لن يهدرها من علامة الجزاء. تنفيذ ممتاز من اللاعب. ركلة في المرمى، يستعد لتسديد ركلة الجزاء. تصدي رائع من تير شتيكن. يا رب تخطئ المرمى. حولها إلى الشباك. تنفيذ ركلة الجزاء يحتاج إلى هدوء، يحتاج إلى خبرة. ركلة ترجيح مميزة، الله على الثقة. يا عيني على الهدوء في التنفيذ. تصدي رائع من حارس المرمى. علي الحفاظ على هدوء في هذه اللحظات. أوه ضاعت الكرة، العارضة قامت بالمهمة. تصدي من حارس المرمى لركلة الترجيح. يريد أن يكون البطل. ركلة ترجيح لو سجلها سيفوز الفريق. كرة خارج المرمى. ركلة ترجيحية تنفذ أرضية في منتصف المرمى. لا توجد هناك خيارات كثيرة للاعب. أوه والحارس يتصدى. حارس المرمى يظهر ويثبت وجوده بهذا التصدي لهذه الركلة ليؤمن تأهل الفريق إلى الدور القادم من البطولة.